صحيح فتن ضمني رغد الحسني مقدمة برنامج الشارع العام، كل الهلا وكل عام وانت بألف خير. رغد الحسيني تفضلي. انا ما ليش اشر منه انا مو مسلم يشر منه. اي استريحي رغد. كل عام وانتم بألف خير. كل عام اكيد وكل كادر شاشه قناه وطن دبليو بألف الف خير. ان شاء الله يا ربي سنه حلوه عليكم وسنه مليانه ابداع. اهم شيء حبيبتي كل عام وانتم بألف خير. اول شيء كل عام وانتم بألف خير وسنه سعيده عليك ومبروك عليك برنامج الشارع العام اللي اخذتي رواج من البدايه ما شاء الله واستحسان كلش حلو للبرنامج. سولفينا شنو امنياتك لسنه 21؟ سويتي ب 20 اول شيء شلون مرت عليك؟ اوكي يمكن يا مسلم هي سنه صعبه علينا كلنا. نعم. كعراقيين بس كل واحد سوى دراما معينه. لا يا بعيدا عن الدراما تريد الصدق انه هي سنه صعبه لان مرينا باحداث يمكن احنا كشباب واجهناها. صحيح. يعني بحاله من الاحباط بحاله من الياس لكن الحظر هم به فوائد ظهر. صحيح. جوانب اخرى. نعم. امنيات عامه ان شاء الله يا رب اكيد العراق يكون بخير سنه 21 تكون تمام نتخلص من وباء كورونا إن شاء وننتقل الله. لمرحله انتقاليه جديده يعني إن شاء كل الله. شخص يعني يريد حقه ياخذ حقه إن شاء الله. اما تجربه الشارع العام يمكن هي تجربه صعبه. اغلب الفضائيات تعتمد على الشباب بتقديم البرامج الميدانيه لكن انا اليوم يمكن هذا يعتبر تحدي. صح كلامك يا رغد. نعم. طبعا احنا نشوف كل القنوات اللي عندها هذا البرنامج تحديدا. نعم. اللي هو يكون ميداني وبالشارع من عنصر الذكور اللي يقدمه لكن اليوم نشوف رغد قاومت وقفت بنص الشباب اخذت صداها ما شاء الله كلش حلو وخطوه كلش رائعه. يعني أنا برنامجكم حلو وانتم اصلا تيم حلو وهاشتاج شباب منور بيكم ايضا فله قلبها طلايب نسوان برنامجها حلو. يمكن هي التجارب مهمه للاعلامي. طبعا ما يصير يحكر نفسه بجانب معين او. صحيح. بمربع معين حتى يطلع من وايضا يشوف نفسه هو وين يلقي نفسه بعدين. فتجربه الشارع العام اللي قام على المواطنين يعني يختلف وتجربه. صحيح. تختلف اصلا. الميداني يمكن ينقل امور اخرى عكس ما احنا داخل الاستوديو. نعم. وبجانب اخر هي انطلاقه حلوه وان شاء الله من خلال شاشه وطن. زين سولفي لي شنو واجهتك اصعب الامور؟ تعرفين انت بالشارع. نعم. وتصوير بالشارع وبنص شباب وناس. نعم. كبار مو صحيح يا ميامي؟ شنو انا سبقتش العاده اوكي. شنو الصعوبات اللي واجهتيها؟ والله اللي واجهني صورنا حلقات بمنطقه. نعم. الكفاح. نعم. يعني تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار. اللي واجهتنا كصعوبه انه احنا قبل لا نصور المكان كان يعني يحوي غضب يعني كبير للمواطنين يعني كانوا الناس باختصار ممكن ان يصطدمون ويانا. صحيح. اوكي هم يريدون ينقلون معاناتهم من خلال برنامج لكن كانوا جاهزين للاصطدام لسبب بحكم خساراتهم وكان ارتفاع الدولار شيء يعني مسبب غضب بالشارع العراقي. نعم. فصعوبات اخرى يمكن ما نريد نحكي اليوم نريد نحكي بالاشياء الايجابيه لكن فعلا يا مسلم سؤال دقيق هو واجهتني صعوبات بس نجتازها ان شاء الله يعني بالامور الاخرى اكيد. زين رغد ارت اسالك سنه 2021 متفائله بيها؟ ان شاء الله اكيد انا متفائله وخليني يعني استغل فرصه اكيد اعيدكم وخليني اعيد اهلي خواتي واخواني ويا رب حياتنا لهم في دول قلبكم ويا ربي يعني اهم شيء يرجع لي اخوي الغايب لانه عندي اخوي الغايب ان شاء الله يا ربي يرجعنا بهذه السنه وان شاء الله نفرح به. ان شاء الله احنا نتمنى لاخوك العوده ونتمنى لكل غايب ومغترب عن اهله انه سنه 21 يلتم الشمل مع عائلته. مو مغترب مسلم هنا الوضع يختلف يمكن انا راح اخذ لي دقيقه. اي نعم تفضلي جوج. عذرا احنا عندنا بالعراق هوايه مغيبين قصرا يعني ما نعرف بهم وين. نعم. فمن خلال احنا اليوم يمكن بموضوعنا ايجابي لكن احنا اليوم نريد ننقل صوره اخرى انه ندعي لهم يا رب كل شخص يعني رب. بعيد عن اهله يرجع لاهله. امين يا رب. امين ان شاء الله. ان شاء الله أنا مستمرة وياكم جوج؟ لا مستمرة ويانا بس أنا عندي موضوع شارع العام تسولفتيني عن مشاكله. نعم. أريد تسولفي لي مواقف يعني صارفتك مواقف مضحكة. أي أوكي. أشياء صدمتك وشنو ما حتى ما قدرتي تسجلين بالكاميرا ظليت تضحكين. لا سجلناها يعني. بالعكس كل شيء حلو بمنطقة الصدرية. نعم. كان موضوعنا على ارتفاع الأسعار بحكم. نعم. إنه هذا الموضوع صار ترند يعني من أيام. الشيء الحلو إنه التقينا مع متحدث مواطن ذكر المعاناة قال ارتفعت الأسعار لكن إحنا نتعامل مع المواطن وما نصعد. هنا. قال بس أريداني أوجه يعني موضوع إن إحنا جماهير الزوراء طلعنا قال إحنا جماهير الزوراء نريد حقنا نريد نحضر اللعبات بحكم كورونا ممنوع الحضور للجماهير فشوف أنت نار رياضي شلون دم حامي فهذا الموقف إحنا أخذناه يعني ما قطعناه بس صراحة أنا ما حزتش على هذا الموقف تعرفين ليش حلو. لأن الساج حتى شغلك في الإعداد صدق ضحكنا إحنا أكيد وتيم التصوير ضحكنا كلش لأن كلش حلو حلو صار موقف ما ينسي بقى ببالك يعني ودليل هسه ذكرتيه من سألناش عليه أي كلش حلو وهم مواقف حلوة يعني بالبرنامج سألوني إنه بحكم بنية إنه أنت جابك أو شلون تقدمين لكن هي هنا نقطة التميز الإبداع صحيح إنه كقناة يعني تم وضع خطة حول هذا البرنامج
ولما انا دخلت في هذا المود اكيد مختلف. يعني ان شاء الله اتمنى لكم اكيد دائما مختلفين وان شاء الله الامور رغد مختلفين. بس انا اريد اسالك، جذبتني القلاده ماتش علم العراق اكيد مرافقتني دائما اريد اسولف لها على وطنيتها العاليه. اي هو جذبتني كلش يعني مبينه، فاريد اسولف لها هديه من احد. وشنو يعني لك؟ يمكن يا ميامي هي بجانب اخر هي هديه من اخويا اللي ذكرته اللهم يا ربي يفرحنا به، فبقت مرافقتني دائما ما انزعها باخر عيد ميلاد يعني من كان موجود فبقت مرافقتني. اضافه الى نفس ما ذكر مسلم اكيد انا كلش احب العراق، واني بجانب اخر يعني اعمل كنت كمراسله حربيه مع القطاعات الامنيه، فهذا الشيء مرتبط بهواي اشياء، هواي مرينا بقصص وتجارب، يمكن الساتر والمعركه تختلف. نعم ما نريد ناخذ الوقت اللي ما مسموح لنا، لكن انا اتحدث عن تجربه مهمه. شلون انت تشوف الشخص يتسابق انه ما يخاف من الموت؟ نعم. ويروح ويضحي بنفسه، وماكو احلى من العراق، لازم نحبه. يعني رغد اني اتمنى لك كل الخير. شكرا. يا رب تكون سنه 21 سنه عطاء ومليانه هواي مفاجات بالنسبه لك. اخر امنيه تتمنيها لك وامنيه عامه للجميع؟ يعني الامنيه العامه نتمنيت ان شاء الله يا رب نشوف عراق مختلف بهذه السنه. آمين. اهم شيء نخطط ونشتغل، ما نعتمد على امور ماضي، لانه اي شيء ننتبه عليه من نمشي يعني صار بعد ورانا. الامنيات لكم اكيد ان شاء الله بالتميز والابداع. زين الامنيه الخاصه؟ الامنيه الخاصه قبل نطلع فاصل، اهم شيء اخويا اشوفه وافرح به ان شاء الله. اما الاماني الباقي الحمد لله تحققت. امين. اذا المشاهدين الكرام نشكر رغد الحسني المقدمه اللي عندنا بالشارع العام، نتمنى لها كل الخير والتوفيق ببرنامجها المميز اللي يشيل هوايه اشياء معينه بالشارع وياخذ هوايه اراء ويطرح هوايه مواضيع. نكمل وياكم.